قل لا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك إحرام من جدة لأنك دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غير ممن يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة، ولا يلزمه شيء بعد ذلك. لا يلزمه شيء لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه. نعم، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح. لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة، نعم، وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة زيارة لغير إرادة العمرة، نعم، ثم طرأ عليه، فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام، نعم، ثم أحرم من جدة، هذا ما فإن بقى عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة. نعم، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات. لا يلزمه، لا تلزمه.